بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الفرق بين الكمبيوتر بيست ايلتس والبيبر بيست ايلتس؟ مبدئيا اول فرق بينهم واهم فرق بينهم ان الكمبيوترايزد ايلتس النتيجه بتبان في غضون 5 تو 7 دايز، انما البيبر بيست ايلتس النتيجه بتبان في غضون 15 دايز او يعني اسبوعين مور اور ليس. طبعا اي حد مستعجل بيروح للكمبيوترايزد ايلتس عشان بيبقى الموضوع بالنسبه له اسهل، هو بيسميه سي دي ايلتس. لو بدانا كل سيكشن كده لوحده، مبدئيا الليسننج اكبر واهم فرق في الليسننج ان انت يو دونت هاف في الـ CDIs you don't have 10 minutes by the end for transferring your answers to the answer sheet، لأن ببساطة مفيش answer sheet. بكرر، ما عندكش 10 دقايق في الآخر تنقل إجاباتك للـ answer sheet، لأن ما عندكش answer sheet تحل في الـ بتحل على الشاشة اللي قدامك على طول، بيكون فيه الأسئلة واضحة قدامك وفي الـ spaces أو الـ gaps أنت بتملاها على طول، سواء بتكتب أو بتختار أو بدراج أند دروب، ولكن ليس عندك 10 دقايق في الآخر. عندك إيه؟ عندك half a minute by the end of each section to review your answers. عندك نص دقيقة في آخر كل سيكشن، سيكشن 1، سيكشن 2، سيكشن 3، سيكشن 4. حاجة تانية مهمة جدا في الريدنج انك انت في الريدنج والليسننج ان انت ما عندكش رفاهية انك انت تتعلم بالقلم الجاف كده على في الكويستشن شيت وتحط دواير ومش عارف وتاخد نوتس وبتاع. طب انا عاوز اخد نوتس اعمل ايه؟ في بداية كل سيكشن سواء ريدنج او ليسننج او رايتنج او رايتنج يعني، في بداية كل سيكشن بيجي لك حاجة اسمها انفورميشن شيت، بيكون فيها اسمك ورقم الباسورد بتاعتك والحاجات دي كلها. انت ممكن تكتب في الانفورميشن شيت دي اللي انت عاوزه، بيدي لك قلم برضو بنسل، انما مش ممكن تكتب على الشاشه اللي قدامك، مش ممكن تكتب على مفيش انسر شيت، مفيش كويستشن شيت انت ممكن تكتب فيه وتشخبط فيه زي ما احنا متعودين في البيبر ايلز. ال 40 questions بيكون موجودين في بار عندك تحت، في بار كده موجود فيه من 1 لحد 40، ممكن ترجع وتروح وتيجي براحتك في بمجرد انك انت تكليك على السؤال بيظهر لك مره اخرى في الريدنج وفي الليسننج. طبعا بتكتب الاجابه على طول في الجابس زي ما قلت لك اللي ظهرت قدامك. بالنسبه للرايتنج بتكتب على الشاشه، بيكون في وورد كاونت، دي من المميزات الكويسه جدا في الرايتنج، عندك وورد كاونت وما انت بتكتب بيقول لك انت مثلا عندك كلمه رقم 100 101 102 103 وهكذا، بتشوف انت كتبت كام كلمه، وده شيء ظريف ومن المميزات بتاعتك. طبعا لو انت بطيء في التايبنج السي دي ايلز مش ليك، لو انت بطيء في التايبنج خد بيبر بيست ايلتس، لو انت خطك وحش زي حالاتي خد كمبيوترايزد ايلتس. سوت يور سيلف، شوف ايه اللي ينفعك وايه اللي ما ينفعكش. طبعا لا زال السبيكنج زي ما هو، السبيكنج بيكون بيتم يعني بتقابل الجثه بتاعت الممتحن قدامك وتقعدوا في وش بعض وتقعدوا ترغوا ال 15 مينتس، انما ما بيبقاش كمبيوترايزد يعني. انما الفرق في الريدنج والليسننج والرايتنج زي ما شرحت لكم. لو حد عنده اي سؤال، لو حد عنده لسه اي استفسارات بخصوص الموضوع ده، ممكن في الكومنتس تحت يسالني وان شاء الله اجاوب وارد عليه. شكرا جزيلا.